أخيرا المكشخة بطل القارة، تتويج الحلم أطرته هيئة محنكة برئاسة حمدي المدب، تكتكو إطار فني بقيادة نبيل معلول، نفذوا بإتقان وتفان الزملاء بن شريفية، وأعطاه رونق وجمالية جمهور من ذهب يعشق فريقه لحد الجنون. مبروك لتونس بهذا اللقب الثاني لكأس رابطة الأبطال في نسختها الجديدة بعد تتويج لتوال في 2007، والثاني للأحمر والأصفر بعد 17 سنة. النهائي الإفريقي يبدأ بعرض المدارج اللي حملتنا ولو للحظات لأجواء ملاعب البرازيل وأوروبا، لوحات فنية بإمضاء جماهير ترجية حالمة باللقب والأجيال الذهبية للنادي في البال. شهداء الثورة في القلب بعد الوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح. خمسة واربعين دقيقة أولى عمل فيها أفول الشو، أريسون عمل كل شيء في الشوط الأول دفاعيا هجوميا ومثل الحل لفريقه في الوقت المناسب. عشرين دقيقة أولى غابت فيها الحلول الجماعية لزملاء المساكني بعد الوقفة الدفاعية للوداد والضغط في مناطق التراجي اللي أقلق الهيشري وزملائه في تخريج الكرة من الدفاع. الهيشري طول الكرة كما جات القص في وسط الميدان، ثم هاريسون أفول في التغطية، ثم صعوبة كبيرة من جانب الترجي الرياضي التونسي في الخروج بالكرة. تتقص الكرة توصل لنياس للكرة لا تتقص ويتعكس الهجوم. الحل يجي من الغاني أفول اللي كان مصدر تقريبا كل عمليات الترجي من الجهة اليمنى. الدراجي سدد من اليمين بعد تمهيد من البعازي فوق العارضة بقليل. العملية الوحيدة اللي ما شاركش فيها أفول كانت بعد عملية فردية من المساكني بالقدم في المحور، خرج نيان ويوسف رابح يدخل. نوصلوا للدقيقة 22، تغيير كلي في وجهة اللعب من اليسار، القربي خرج أفول أو القطار السريع تي جي في، يروغ يتوغل يروغ لمساسي باليمين ويسدد باليسار في الزاوية البعيدة للحارس الثالث للفريق المغربي ياسين بونو في أول مقابلة لي على النطاق الإفريقي، ويفتتح النتيجة هدف من الطراز الرفيع يؤكد الزاد الفني لهاللاعب والترجي وفيه لعادته الإفريقية. التهديف في الشوط الأول كل ملعب على ميدانه، إذا عرفنا أنه من 18 هدف تم تسجيلهم 14 منهم في 45 دقيقة الأولى. أفول في يوم غير عادي، مدافع مهاجم وممهد، عملية تأكد ذلك. أفول يفتك الكرة 1-2 مع أبو عزي، الغاني مهد في طبق للدراجي، أسامة كورتو تخطئ المرمى. خطير هذا الغاني أفول. هيجين أبناء معلول يتواصل، نيانج يتوغل في المحور مرة أخرى يسدد، يوسف رابح، ياسين بونو والقائم يمنعوا الهدف. زوز فرص واضحين ضايعين، كاد الترجي يندم عليهم. هجوم معاكس للوداد بعد ركنية لزملاء الدراجي، الكرة تصعد بسرعة جنونية، أجدو يخرج فابريس يتجاوز شمام وجه لوجه. بن شريفية بفضل الخبرة اللي اكتسبها بعد خوضه لجميع مباريات فريقه الإفريقية في 2011 يمنع الهدف، يطمئن زملائه ويريح الجمهور. وقفت انا خويا قلبي وقف، ما نعرف عندي سيد ثاني، عندنا راجل معز تبارك الله مش المره الاولى اللي يعمل ديبارات هكا. برجوليا ندعي ربي، وانا طلعت في بلاريتي على خاطر وراجع، قلت يا ربي ان شاء الله تتعدى ومعز يعطيه الصحه، وزدها ربي سبحانه معناها غطى عليه الكاج على خاطر نستحقوها. ابناء باب السويقة ينهي 45 دقيقه الاولى من نهائي الاحلام باسبقيه في النتيجه وتفوق عددي بعد ما خرج الحكم الايفواري نيو مونديس دوي اول مباراه في سفرها للترجي الورقه الحمراء في وجه المدافع الايمن مراد لمس. وتدخل مراد لمس مع يانيك نيوم كان قريب مراد لمس اللي خذا رامي ياسين، يصبح الظهير الايمن في الوداد، وعلى عكس المنتظر
الترجي اختار انتظار الوداد في مناطقه والاعتماد على الهجومات المعاكسة رغم النقص العددي للمنافس. يوسف المساكني طريقة في الحقيقة خلت الدفاع الترجي يتحمل عبء المباراة في الفترة الثانية وترك وسط الميدان لزملاء أجدو والصورة تأكد ذلك. فابريس أقلق دفاع الترجي ونجح في الحصول على عديد المخالفات ولولا يقظ بن شريفية وأفول الموجود في كل مكان وفي كل زمان لكان سيناريو مغاير في انتظار الترجي ويدفع ثمن غالي رغم عملية البوعزي اللي ما عرفش يستغل التفوق العددي في الهجوم في هالعملية. ديوكاستيل يلعب جميع أوراقه سكومة والقديوي في غياب مهاجمه ياجور. الوداد رغم النقص العددي يقضي 20 دقيقة أخيرة في مناطق الترجي. فابريس هالمرة يوزع في القائم الثاني لمساكني كمدافع يحط الكرة في الركنية. معلول حس بالخطر يقحم كوليبالي مكان المساكني التغطية على الجهة اليمنى. أفول يقدم ليوسف الميدان وبوعزي يصبح مهاجم ثاني مع نيانك. طريقة حدت من سيطرة الوداد ورجعت الترجي للهجوم بعد عمل فردي يقوم به الكامروني في المحور وجه وجه والحارس بونو ينقذ فريقه من الهدف الثاني. نزول جل لاعبي الوداد للهجوم للتعديل كاد يستغلوا البوعزي لكن ضيع فرصة بعد انفراده بالحارس بطريقة غريبة والعياري معوض نيانك في المتابعة بدوره ما ينجحش ويخلي النتيجة على حالها 1-0. تكفي الترجي للحصول على اللقب وتحقيق الحلم. وفي هذه الأونة الترجي بطل إفريقيا كامبيوني مثل ما يغني فرحة تاريخية. أخيرا الفيزا لليابان. الحمد لله هذوما الأولاد رجال تعبوا ياسر على الطرح الجمهور نشكر اليوم منضبطين فلام ما شعلتش ربك سبحانه حبنا الترجي الرياضي التونسي عن جدارة هز اللقب هذايا. الحمد لله نشكر الناس كل الجماهير اللي برا وإن شاء الله ليلة كبيرة في تونس يا ربي. خليل حلم كبير تحقق لكم تعبتوا عليه برشا. الحمد لله يا ربي حلم تاع سنين تاع عوام واحد والله صدقني ما عادش نتكلم انا فحتى هو مازال مش مصدق تقول يحلم وكا. الحمد لله ويعطينا يحمد ربي خدمه كبيره قاعدين نخدموا فيها اعطت الثمار نتاعها. 11 راجل مال الجمهور برجوليا جامي في حياتي تريبلي ان شاء الله كملوا الرباعيه ان شاء الله. قلت لي احسن سيناريو الحكم يسافر واحنا متوجين وتحقق احسن سيناريو. الحمد لله رب العالمين. خويا الحمد لله سألتني قبل الماتش قلت لي احسن سيناريو شنو قلت لك يسافروا الاربيتر ونكونوا ابطال افريقيا. خويا انا توا طاير دوبلي الحمد لله بعد الثوره كملنا بالتشامبيونز ليغ ثلاثيه تاريخيه قدم افضل تاع ترجي. اليوم معناها وصلنا حققنا ثلاثي اللي معناتها يصير مره معناها في العشر سنين. صبرنا وليصبر ينال. لعبنا هزينا دوبلي في ظروف كما تعرفوا صعيبه زدنا لعبنا شامبيونز ليغ زاد من الاول في ظروف قاسيه ويكلو فينال تبارك الله معناتها الناس صبرت معناها جاونا بعد غفيره. اليوم ما كانش ماتش سهل بريسيون كبيره لكن عرفنا كيفاش نتحكموا في المقابله كانت صعيبه برشا سورتو سو لو بلو مونتال. نفتخر بهذا انا اولا كرئيس الاتحاد شمال افريقيا نفتخر ونعتز ونهني الترجي التونسي ومن خلاله الشعب التونسي والجمهور الرياضي في تونس وطبعا كان نهائي شمال افريقي وهذا ايضا نعتز به. حتى النهائي تاع كاس الكونفدراليه حيكون ايضا تونسي مغربي وايضا شمال افريقي وهذا نعتز به. هذا دليل انه الكره في شمال افريقيا تقدمت كثير. مبروك الاسبيرانس مبروك لتونس وان شاء الله نواصلوا جمعه اللي فيها جيده ما تعرفوا الكلوب افريكان الجمعه الجايه ولذا ان شاء الله ديما التوانسه فرحانين وجيما معناتها رابحين وان شاء الله ديما معناتها من حسن الى احسن.
الحمد لله معنا واحد جا حاضر عن صحابه. الأوبجيكتيف اللي كنا طامحين باش نفوزوا باللقب هذايا، الحمد لله جا اللقب هذايا. إن شاء الله نكونوا معناها مثلنا الترجي احنا ثلاثين، المردود نتاعنا ان شاء الله يعجب جمهور الترجي. ان شاء الله قلت ربي بزاف عندنا باركور يا اخي، ان شاء الله نكملوا في كوب دو موند ان شاء الله. اصغر حارس تفوز بالشامبيونز ليغ؟ الحمد لله معناها واحد كيف كيف معناها صباح نحسب في الركور، الحمد لله زاد الركور ما قبلت حتى بونتو في تونس في الشامبيونز ليغ كلها. ان شاء الله واحد يكمل في المردود خير من هكا ان شاء الله. فريق الوداد رغم نقص العدد اليوم قدم مباراة كبيرة تليق بسمعته عربيا وافريقيا. بسم الله الرحيم. ففي المقابلة في اللاعبين نشكر اولا اللاعبين اللي قاموا بواحد المقابلة كبيرة، فرغم الخسارة ديالنا في رادف مع الفريق الترجي الا ان ربحنا حارس كبير اللي هو ياسين بونو. بهذه المناسبة نشكره كبير اللي قدموا واحد المقابلة كبيرة، لولا هو لكانت الحصة تكون اكثر. فنشكر جميع اللاعبين اللي قاموا بواحد المقابله جيده، وكذلك الجمهور التونسي اللي كان في المستوى، وتتمنى مسيره موفقه للفريق.